ويا جماعته ويمشي علي انا كلكم مشغولين من تدفن ما يموت بقلوبنا باقي انتم متاكدين متاكدين انه ايهاب يفزع للعراق لو لا؟ عم احنا ايهاب من دفنه اذا ما نعرف كتاله منه مالهين يروح يندفن مثل هشام الهاشمي ومثل علاء بن جبر رحم الله والديك هذا اللي نريده هاي سمعوني ابوي سمعوني امه قالت نريد الاندفين اي عم عندنا مطالب واحنا هذا مو دم دجاجه وراح اول البارحه لو البارحه لو صار له ساعتين مات من 2011 نطلع لهسه لهذا اليوم حكم حكمنا قتل انقتلنا يردون يدفنون اي يستقيل قائد الشرطه ويستقيل المحافظ بعدنا كم واحد ماتوا ما طلعوا خلي يوخرون يتكترون خلي يجون غيرهم واحنا نقبل ندفن منه هذا الحكي عمي ما عاد بس يعني انا يطلعون كتاله عمي نشي مو شخص ولا شخصين ولا شيء.